السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوات كديرين، لاباس عليكم؟ كديرين مع هذا البرد؟ نتمنى لكم تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في هذا الدرس. هذا اليوم غادي نخدموا واحد ثلاثة ديال الوريقات، يعني بطريقة مختلفة على داكشي اللي خدمناه كامل. غادي نخدموا هادو، هاد الأشكال هادو بحال هادي، وغادي نخدموا هادو بشكل آخر، وغادي نخدموا هادو بشكل آخر، يعني ثلاثة ديال الوريقات غير الوريقة، وكنقسموها يعني بواحد الطريقة مختلفة على داكشي اللي خدمنا من قبل. اليوم غادير معكم ثلاثة ديال الوريقات، وإن شاء الله درس آخر عاوتاني ندير معكم أشكال أخرين ديال الوريقات. بسم الله على بركة الله. رشيمة أنا غادي نحطها لكم، كل وحدة تتفنن فيها وتخدمها كيما بغات في الطريقة اللي بغات، غير هي يعني ندخلو هكذا وريقات مختلفين. هذه غادي نخدمها على شكل وريقة ديال السبولة، غير هي جاية مايلة، يعني مايلة لهاد الجهة هذه. من بعد غادي ندخل صقلي بحال اللي درت هنايا في هادو، هذه الجين هذه غنفرق يعني كاملين بنفس الطريقه دابا، غير هذه الفوقانيه هذه اللي كتكون يعني بحال وريقه ديال السبوله، وكنخرج لها واحد القنت هنايا الفوق باش كتجي الشكل ديال الوريقه. هنايا غادي ندير وريقة سبولة صغيرة، نحاول ما نخليش لي سباس ما بين هاد الاولى والثانية والثالثة. فهادي راه على شكل وريقة سبولة، غير هي غادي نخرج واحد القنت هنا باش تجيني على شكل وريقة. تبعوا معايا، غادي نرجع عليها باش نعمر، باش نوسع العراد، نعمر تمنا ما نخليش لي سباس بيناتهم. صافي، هذا هو الشكل ديالها. غادي نجي لهذه اللي طويله، غنمشي بالخياطه الاخرى، يعني كنحيد الركبه ديالي على العراد وكنمشي بالخياطه. الحركه هذه خصني ندير يعني كتدار بالخف باش كتجي هكذا، ما تجيش يعني عامره بزاف. كنخرج غير واحد الغرزه وكنرجع بسرعه. هذه غير وريقه وقسمتها على جوج، لاحظوا معايا، غادي نخدم النص بالصقلي والنص بالحرير. غادي يجي الشكل ديالها زوين، هذه على شكل اسه رقيقه وهذه شكل اسه عريضه. هذه غادي نخدم فيها ورقة سبولة، فوق منها ورقة سبولة رقاق، يعني بحال هادو هما صغيرين.
غادي نخدم هادو، غادي ندير لهم بحال الشكل ديال هادي، غادي نخدمهم بعراد واحد. شكل عليه الفاس، دابا غادي ندير لهم مريقه السبوله. انا غنرسم لكم البنات هنايا الطريقه باش كيكونوا هكذا، يعني مائلين هكذا هكذا وهكذا، غادي يجيو فيها ثلاثه، وحتى هذه غادي ندير ليها ثلاثه. بحال الطريقه باش خدمت هذه، يعني غادي يجيو اوريقات سبوله صغيورين. غير هو البنات يعني كسيراتو كيكون مجهد، ويدي كنحركها بشويه باش كيجي الطرز مدكوك. غادي نكمل هاد الوريقة هادي اللي بقات لي، هادي راه سهلة كما قلت لكم على شكل اس الاس. كيبقى عيني على هاد البلاصه هادي باش منها ما يجيش الطرز فوق الطرز، ومنها ما نخليش لي سباس بيناتهم، يعني ما نخليش الخوا بزاف بيناتهم. بالنسبه للوريدات راه حنا سبقنا خدمناهم،